صباح الخير، معكم جريدة النهار مباشرة من قسم عناية بالأطفال بمستشفى القديس جورجيوس بالأشرفية الجامعي. لأنه صباح اليوم بظل هالأوضاع اللي عم نعيشها كان في خبر حلو، ولادة 5 توائم لأم، 3 صبيان وبنتين. نحن اليوم جينا نحتفل مع الممرضات بيوم القابلات القانونيات العالمي بالمستشفى بقسم العناية بالأطفال المواليد الجدد يلي بيرأسوا الدكتور داني حامود. عم فرجيكم هون لحظة الممرضات اللي عم يعتنوا بها التوائم الخمسة يلي بعدهم عم يولد، يلي ولدوا من كم وقت، لحتى نرجع نفوت سوا نحن وياكم لعند الأطباء والممرضة يلي اهتموا فيهم حديث. هلا رح نعمل مقابلة مع الطبيب يلي ولدهم، الطبيبة يلي تابعت من بعد الولادة، القابلة القانونية اللي اهتمت، لأنه اليوم يومنا العالمي وبدنا نسلط الضوء على الشغل الحلو اللي بيعملوه وعلى أهمية الإرضاع من الثدي تحديدا بظل هيدي الظروف. شو بدكم برستيج أكثر من إنه رئيس القسم ورا الكاميرا دكتور حامود هو الكاميرامان اليوم لهيدي الصبحية لحتى نعمل جولة. دكتور حامود إذا فينا نفرجي المواليد الجدد بالمكان يلي هن موجودين فيه هلا من بعد ما تمت الولادة، وتحية كتير كبيرة للممرضات يلي هلا هن موجودات عم بيتابعوا معنا المواليد مطرح ما هن. مثل ما قلت لكم 3 صبيان وبنتين انضموا لعائلة فيها بنت من عمر 1.5 سنة، يعني صاروا اسم الله 6 أولاد عم يولدوا جديد، والله يساعدهم ويساعد الأهل بهيدا الزمن. بس هيدي خبرية مفرحة، لأنه دايما ولادة الأولاد، دايما نشيء الأولاد هي شغلة كتير حلوة. إذا مثل ما عم نشوف هون هي غرفة العناية بالمواليد الجدد، فيها زحمة ممرضات عم يهتموا بهيدا الموضوع، زحمة ممرضات عم بيشوفوا احتياجات كل مولود جديد شو اللي بيحتاج وشو اللي بيريده. تابعتهم دكتورة نصيف هلا بيكون إلنا وقفة معها لحتى تخبرنا شيء بعد ما خلقوا، دكتور حجر لحتى يخبرنا كيف تابع الأم الحامل ب5 أطفال قبل ما يولدوا، ورح نحكي مع القابلة القانونية وبالطبع مع والد هالأطفال الخمسة لأنه الوالدة بعدها تعبانة شوي من الخلافة. إذا أنتم هون بالغرفة المخصصة لإلهم مثل ما عم تشوفوا، ورح ننتقل مباشرة على قاعة الاجتماعات. دكتور حامد من هون بنمشي؟ من هون فعلا شيء. فإذا رح نترك المواليد الجدد مع بأيادي أمينة مع الممرضات يلي عم يعتنوا فيهم بهيدي المناسبة، ورح فوتكم بدهاليز المستشفى يلي بتاخذنا على الغرفة مطرح ما هني. إذا نترك المواليد الجدد يرتاحوا مطرح ما هني وفتنا على القاعة يلي موجودين فيها الستاف الأطباء ووالد الأولاد يلي اهتموا بالموضوع. جورج معنا. جورج؟ فإذا هون صباح الخير، صار فيني دكاترة امنح نفسي بعد من الهواء. دكتور حامد الأمن مستقب عندك، أعطيناك مهمة صعبة. الأمن جيد، يا الأمن. إذا بتحب تقرب علينا شوي رح نبلش. أول شيء نحكي مع الوالد المواليد الجدد الأستاذ أحمد درغام. ألف مبروك والله يعيشهم. بدي أتمنى عليكم تقووا صوتكم لحتى المستمعين يقدروا يتابعوا معنا هيك بهالجلسة الطويلة المستطيلة. ماشي الحال تمام. فإذا أستاذ أحمد حضرتك عندك بنت عمرها 1.5 سنة وانضم لها 5 أخوة، كيف شعورك اليوم؟ الدنيا قايمة قاعدة، يعني ما بدي هبط لك من عزيمتك، بس إنه شو بتخبرني عن هالمغامرة القبضاية يلي حضرتك انحطيت فيها؟ هلا هي مغامرة حلوة، يعني عم يوصل الصوت قوي. عم يوصل الصوت قوي، إذا باخذ تليفوني وببرم من هون أحسن لو سمحت. إذا فيك تعطيني بدون الفريكي هيك لأقدر أتحكم أنا
واقدر اخذ ردود فعل المشاهدين او اذا حدا بحب يشارك بهيدا الحدث. هلا مغامرة حلوة وغريبة يعني فريدة من نوعها ونادرة، وشعور مختلط يعني بين حلو وبين ارتباك يعني للأولاد الحلوة. هذا هو الشعور المزيج يعني بين الخوف عليهم والفرح. يعني الحمد لله مثل ما قلنا الدكاترة وإنه الحمد لله صحتنا مبدئيا مستقرة، والحمد لله كتر خير الله والفضل بيجي على الدكتور نديم يعني وكبنا كل المشوار وكان حدنا، ونحن بنجيب التحية كمان للدكتور حامد، نحن مشكورين كل عرو وللطاقم الطبي ومستشفى الروم وكلكم زوب وما قصرتوا يعني صراحة. طيب خبرني شوي، انتو كان عندكم ولد؟ نعم. وزوجتك قدي عمرها؟ زوجتي عمرها 26. 26 سنة. الأم بصحة جيدة؟ طمنوني الأطباء برا بس لنطمن المشاهدين. الحمد لله الأم بصحة كتير جيدة الحمد لله، طمنا عنها هلا شوي الحمد لله صحتها كتير منيحة. طيب كانت حبلها أنه خمسة؟ اسم الله بولد أو ولدين، مرات الواحد بحس حاله أنه تعبان، كيف الحال مع خمسة؟ كيف كان فترة الحمل؟ وهل يا أحمد درتها ذكورية أما كنت عم بتساعدها كما يجب؟ يعني كانت فترة كتير صعبة طبعا على الأم أكثر بكتير، لأن هي اللي عم توجع وعم تقضي وعم تاخذ الأدوية وعم تاخذ الأخبار وتقل عليها محلات، صار يعني الوجع يعني زاد وكبر مثل ما تفضلت، يعني إذا كان ولد أو اثنين بيكون شيء كتير صعب، فشو حال إذا خمسة؟ فالحمد لله قوة الله ومشينا مع شفاء الدكتور والحمد لله وصلنا لهون، وكان شيء حلو مع خوف ومع يعني كل شيء. طيب هلا الفترة اللي جاية هي الأصعب، لأنه بده يبكي خمسة ومعهم أخت صغيرة ستة تمام مثل ما بيقولوا بالدارج، بدهم ياكلوا فرد مرة، بدهم يناموا فرد مرة، هل رح بتكون مساعد؟ هل رح بتكون موجود؟ أكيد. لوجستيكيا كيف رح تهتموا فيهم؟ مين رح يساعدكم بالعائلة؟ يعني العائلة موجودة الحمد لله، يعني ماما وكمان حماتي موجودين حتى يعني متواجدين الحمد لله وماشي الحال، بدنا نساعد بعضنا كلنا سوا. يعني هذا حدث نادر مثل ما حكينا قبل، ما هو شيء يعني اعتيادي. اعتيادي. فالحمد لله والكل واقف حدنا، وان شاء الله هالشيء يكون يعني نكون قد مسؤولية، يعني يسلم ايدين اماتنا والحموات المناح يلي بكل هالفترة الحجر ولادي وغير ولادي. يعني تعبوا، يعني الام عم تتعب، ولد ولد اثنين ولد ثلاثة، تعب الام ما حكي كيف الام اكيد ابدا. انا تحية كل الامهات يا رب. أنا رح أحكي انتقل لأحكي مع دكتور حجل عن التجربة والمواكبة الطبية، بس أستاذ أحمد رح أرجع لك لشوف، فكر شو عندك تمني للمشاهدين يلي عم بيشوفونا وتمني من الحياة لبعدين، رح أعطيك وقت تفكر ما رح أزركك بالسؤال هلأ. دكتور حجل، مستشفى الروم متعودين من فترة كان في ستة توائم، اليوم خمسة، يعني اسم الله بتفتحوا القبلية بالمستشفى لواحد يجيب ولاد. دكتور حجل، حضرتك عمرك صغير ومتخصص جديد ومن ألمع الأطباء بوقت قليل، شو بتحكينا عن تجربة متابعة سيدة مع خمس أجنة، يعني منه حمل عادي يعتبر، شو بتحكي عن هالتجربة العلمية؟ أكيد الحمل اللي بيكون بيتضمن أكثر من جنين هو حمل بنقول عنه أنه هو خطر، وأكيد الطريق بتكون طويلة وصعبة ومملوءة بالمطبات، وممكن أنه أكبر خطر عنا هو أنه ما نقدر نوصل لخط النهاية. مدام غنى وقتها وصلت كان عندها خمس أجنة عم بيكفوا جوات الرحم، وهذا الشيء كان من أكبر التحديات لقلنا أنه نجرب نقدر نوصل قد ما فينا نتقدم بالحمل لنوصل لقدام، بس يقدروا أن نكون عم نقدر نولد، يكون الأكيد المتابعة بعد الولادة تكون أسهل أو يكون في مخاطر عليهم أقل ليقدروا يكفوا برحلتهم بالحياة. أكيد في كان مخاطر كبيرة ومطبات كبيرة منها ذكرها، الوجع، الألم، الخوف، الخوف من المسؤولية لبعدين، الخوف من أنه ما نقدر نوصل لمرحلة متقدمة من الحمل، لأنه لو ولدنا قبل بمراحل بكير كان أكيد الفرص للنجاة للأجنة كانت أكيد ضئيلة كتير. السيدة رندا لطيف ستيفان من باريس بعتي هلأ هون الحليب والحفاضات وثلاث نقط صاروا بأسعار خيالية،
ان شاء الله الدوله تساعدكم. رندا تحيه لإلك وللجمعيه اللي بتهتم فيها بفرنسا، وبتمنى انه اللي بيهمه كمان في ساعد. نحن ابدا ما رح نقول لكم لا، اهلا وسهلا لكل متبرع بحفاضات وحليب قد ما بدكم. دكتور كمان في تحيه لإلك، بس دكتور منفتخر فيك من ليديا فغالي، وكثير من التهاني لك استاذ احمد وللعائله، والتمنيات انه الله يعيشهم ويقوي اهلهم، لانه العالم يلي عم بيتابعوا عارفين هن شو الوضع اليوم وشو اللي بيزعج اليوم. دكتور حجل، اليوم هالخمس أجنة او هالخمس مواليد الجدد، كان في شيء تقنيات مساعده للحمل وصلت لهون؟ الحاله اللي كان عندنا اياها قبل اللي تبعناها بمستشفى الروم اللي ذكرتيها حضرتك، هي كانت ستة، وكانت شيء ملفت للنظر لأنه كانت ست أجنة ولدوا طبيعياً، يعني ما كان في تقنيات مساعدة للحمل. مدام غنى كانت لجأت لتقنيات المساعدة للحمل، وبقى عندها خمس أجنة داخل الرحم مع دقة قلب وعم بيكفي الحبل، مشان هيك لجأت لعنا على مستشفى الروم، لأنه هذا الشيء مثل ما حضرتك ذكرتي منه جديد عنا، وطالبة انه نقدر نكون عم نواكبها ونساعدها لنقدر نوصل للحدث السعيد اليوم. مشان هيك نحن جربنا انه نكون عم نقدر قد ما فينا نوصلها لانه لمراحل متقدمة من الحمل، لا يخف الخطر على الأجنة اول ما يطلعوا. كنا عم نطمنها انه هن وداخل الرحم كانوا منيح، ما في تشوهات خلقية، ما في ابدا اي مشكلة كان بالنمو. اكيد طبيب الاطفال هو رح يقلنا يطمنا عنهم اكثر هلا كاوزان وكا طبيبة الاطفال تأنيس دخيلكم معركتي. ولكن قدرنا الحمد لله، وهون بعود الفضل مش بس لنا ولا الطاقم الطبي كله ولا قسم التوليد ولا الانتر ديسيبلينري ابروتش، يعني وقتها بيكون في تكاتف بكافه الاقسام بالمستشفى لنقدر نوصل اليوم انه نكون عم نولد بنص شهر السابع خمس توائم بصحه جيده، والحمد لله اوزانهم بتكون ملائمه للوقت اللي هن فيه. شكرا لك دكتورة نصيف الاختصاصية بطب الأطفال، تحديدا المواليد الجدد. شو بتحكينا عن هالهدايا الخمس يلي اليوم افتتحنا أسبوع وأنهار بوجودهم؟ صحتهم منيحة؟ أول شيء لأني كمان احنا كنا كثير مبسوطين إنه عم بيخلق عنا هالخمس توائم، وكنا عم نحضر حالنا، يعني صرنا جمعة تقريبا عم نحضر حالنا، ومع It's a teamwork، يعني بدي لك It's a teamwork، مش واحد وحده ما في يعمل شيء، كلنا سوا عم نحضر الماتريال مع مسؤولة عن الطابق والريزيدانية يلي هن كانوا كتير مساعدة، يلي موجود منهم هون. حلو نتعرف على هالوجوه يلي دايما وراء الكواليس. انا شفت صوره اليوم بتاخد العقل، واقفين الممرضات والقابلات القانونيات فاتحين ايديهم ومستعدين لاستقبال الاولاد. بركي احلى منظر شفته من فتره طويله لليوم. عم يطلعوا، يعني يلي طلع عم يصرخ هيدا كان وديني دغري، يلي طلع شوي بده مساعدة، بس كلهم خلق صبيان وثلاث بنات. صبيان وثلاث بنات او ثلاث صبيان وبنتين؟ صبيان وثلاث بنات. وثلاث بنات، يعني صار عندنا يا استاذ احمد اربع بنات وصبيان. اسم الله، الله يعيشهم يا رب. خلقوا كلهم فوق الكيلو، يعني اسم الله. اصغر صبي بالكيلو 50، واكبر صبي بالكيلو 460، وبالنص البنات. بالنص البنات حاطينهم اها لرعايتهم. طيب دكتوره، بهيك حاله حضرتك قلتي لنا اسبوع منحضر، شو بتحضروا؟ شو التحضيرات اللي بتقوموا فيها؟ شو الاستعدادات لحتى يبقى كل شيء امن؟ كانوا عم بيشيكوا على الام دائما، انه كانت صار لها هون، صار لها هي من 27 اسبوع، كانت بعد مسكين 27 اسبوع، صار من وقتها عارفين نحن انه بده يولد
هالتوين يعني اعطينا خبر انه بدهم يخلقوا بفلان نهار، بدنا نحضر الريتبيلاتوريت، بدنا نحضر الماتريال كله يلي بدنا نستعمله، بدنا ما يكون في حدا كمان ثاني يعني يكون في مطارح، لو ما كان في مطارح كنا اضطرينا نوديهم على غير اوبيتال. هيدي كثير مهم انه يكون في مطارح لنقدر نستقبلهم. الماتريال يعني اهم شيء ريسبيريتورز، مثل ما شفت بالكوفيد 19 انه الريسبيريتور. ما جاي اسالك، نحن اليوم منا بظرف عادي دكتوره نصيف، نحن اليوم بوضع استثنائي يلي هو قصه الكورونا الكوفيد 19 وقصه انه ما في آلات كافيه. كيف كان استعدادكم بظل هيدا الوضع؟ هلا للكوفيد 19 كان في استعدادات غير عن قسم تبعيتنا. القسم عنا ما كان بيستقبل كوفيد 19، هيدا مجهز بس للولاد اللي بيخلقوا مضمونشي، لأنه خافوا كتير الناس. يعني هون بوجه سؤالي لحضرتك دكتور حامود، خافوا كتير الناس أنه يي هيدا المستشفى بيستقبل كورونا ما منروح عليه، مع العلم أنه المستشفيات هي مجهزة مداخل وأقسام خاصة لا علاقة لها بالأقسام الثانية. كيف اشتغلتوا هيدا الشيء بمستشفى روم؟ عم نلاحظ اليوم أنه خايفين العالم يجي على المستشفيات بالوقت اللي إدارة المستشفى والأطباء عم ياخذوا إجراءات كتير مهمة بهذا الموضوع. يعني في مدخل خصوصي للي عم يكونوا بوزيتيف كوفيد 19، اليوم المدير الطبي عم بيعمل لكل العاملين بمستشفى الروم فحص الكورونا تنأكد انه نحن كمان منا بوزيتيف، تناخذ كل الاجراءات الضروريه تما يكون في لا عدوى لا عم يشتغلوا بالمستشفى والاطباء عم يشتغلوا بالمستشفى ونحن كمان المريض. عشان هيك بنقول لهم نحن مستشفى الروم صحيح عم نستقبل مرضى كوفيد 19 بس عندهم طابق خصوصي لهم، عندهم مدخل خصوصي لهم وتيم خصوصي لهم، تيم خصوصي لهم كما يكون في مشاركه بين المريض. روبي عم تسال دكتور حجل انه هل الام خضعت لفحص الكورونا قبل او يمكن لانها كانت بالمستشفى؟ هي كانت بالمستشفى صار لها اكثر من فوق الخمس اسابيع، يعني منا مش امبارح اجت او قلت امبارح، وكانت اكيد في عليها حكيم مختص بالجهاز التنفسي والرئويه كان عم بيتبعها، وكانت اكيد ما عندها ولا اي عارض او اي من العوارض اللي بتخلينا نفكر انه هي مصابه بالكورونا. سيد احمد، ما خفتوا انه لمزوجتك بدها تدخل على المستشفى لفتره طويله والكورونا باول قبل ما كنا عم نعرف كيف بدنا نتعاطى معها كانت شغله، فكيف كان شعورك؟ كان اول تفكيرنا يعني الكورونا كان بالطلقات او المستشفى او السوبر ماركت، يعني مش بس بالمستشفى. فنحن كنا ناخذ بالوقايه وبنحط الماسكات والاخبار، والحمد لله وانطلقنا حولنا ومننا، وكان المستشفى يعني عم بين عمليه الحراره وعم يشدد كثير يعني بالزيارات والاخبار، وهذا شيء بيطمن يعني. ان شاء الله. دكتوره، هلا الاولاد قد ايه بيبقوا بالعنايه المخصصه للاطفال؟ قد ايه وقت بيبقى وشو روتين الاهتمام فيهم؟ هلا قد ايه بيبقوا لحتى يصيروا يعني يكبر وزنهم تقريبا ل 2 كيلو، اوكي؟ كمان لحتى يصيروا ياكلوا مظبوط، ياكلوا بيتمهم يعني يقدروا يمصوا بيبرون، او اذا الام اكيد مش رح تلحق على خمسه، اذا قد ما بتلحق تعطينا حليب حسب ما يمروا بمضاعفات. يعني اذا مشوا سموث بدون مضاعفات يعني اكيد رح تكون اهون، اوكي؟ بس اذا عملوا لنا مضاعفات يعني بدهم يطولوا اكثر. سهام بعتت لك تحيه، عطلة لك وللاكيب. طيب انا اليوم العالمي للقابلات القانونيات، خمسة ايار، وانا عرفت هون خبرتني العصفوره، ما راح لكم اسمها، راح فرجيكم صورتها لمدام ماري المسؤوله بقسم النيرسز، انه عاملين هيك جمعه لتحتفلوا بحالكم. بس انا بدي كل المشاهدين يلي عم يحضرونا من لبنان ومن برا يقولوا لكم الف تحيه للممرضات وللقابلات القانونيات تحديدا. مدام جيسي، بتخبرينا شوي اليوم شو دور القابلة القانونية؟ يعني نحن بنعرف انه بمستشفى القديس جورجيوس الروم تهتموا بالموضوع، بتساعدوا الامهات لتعليمهم كيفية الارضاع من الثدي، ونحن نحتاج بشدة بظل علب الحليب المجفف اللي ب 80,000 و 90,000 ليرة. شو بتحكيني عن دوركم بهالنهار المهم؟ اول شيء صحيح على كل السعشان بلبنان وبقات لبنان، اليوم العالم اليوم زيت فرحنا بعيدنا، فرح الولادة بخمس دقائق اللي تبلش التيم يحضر لها مثل ما تفضلوا قالوا من مينيموم بارح. نحن بلشنا قبل الجمعة، وبارح كان التحضير الأكثر بكل التيم، كان
انفولد. واليوم تحت لنا كان عم تيم 6 ساشفان تقدروا اهتموا بالخمس اولاد، وكان في حدا يقولوا انا ريبورتر واورجنايزر بنفس الوقت. وما ننسى كمان انه بعد بدنا نهتم بالام من بعد ما تكون طلعت من الولاده، وهيدا دور التيم بالماتيريتي يجي على الكافي معها من ساشفان. كيف بتهتموا بالام؟ بتحديد اهتمامنا بالام من ضغطها، من مراقبه كل يعني صحتها هي، وبنفس الوقت بدنا نهتم كمان نأمن مثل ما قلت حليب الأطفال عبر شفط الحليب. فهون تلعب دور هي غير إنه السيرفيانس مراقبتها، بيلعب دور كمان الإديكاسيون اللي بنعطيها إياها يعني الإرشادات حتى تقدر تنجح بإنه تعطي حليب للأطفال لو كانوا بأول فترة بعاد عنها، بس فيها هي تسحب الحليب وتقدر تأمنه من البيت. وحضرتكم عموما يعني اليوم يمكن حالي خاصة، خمس توائم اسم الله، بس وقت الام تجيب ولد او اثنين، كيف بتشتغلوا على قصة الارضاع من الثدي وشو اهميتها؟ قديش بتقدر تحمي المولود والام؟ ونحن اليوم بزمن الكورونا في امهات بيخافوا كثير، من شدد عرضاء طبيعية من قبل كورونا وزاد اهتمامنا بالكورونا نسبة ل أهميته بالنسبة للأم وللأطفال أو الطفل كمناعة وحماية للأم من كانسر الثدي وكانسر المبيض، وأكيد أكيد كمان أهميتها بتخفيف كمية الدم اللي بتطلع من بعد ما تكون ولادة، يعني بتخفف من خطر إنها تفقد الدم من بعد الولادة كمان. غير إنه بنهتم كمان نأمن إرشادات للأم، طريقة إرضاع الطفل، البوزيسيون اللي بيكونوا فيها، لأن في أكثر من بوزيسيون لو معروف في المجتمع بوزيسيون واحدة، بس هن كتار وكل وحدة عندها أهميتها، يعني بتأمن حليب لحاجز البيبي. وبتهتموا حضرتكم بهيدا الشيء بالمستشفى وبتشتغلوا عليه؟ يعني إرشادات من أول ما تولد وبتكمل خلال وجودها بالماتيرنيتي، ولو بعد ما كانت فلت من الماتيرنيتي نحن بنكون دائما على استعداد انها تتواصل معنا او نروح نزورها بالبيت. اكيد مش هلا بالكورونا بنقضي على التليفون، بس حتى من بعد الكورونا اكيد نحن جاهزين كل الوقت لفيزيت على المنزل، يعني زيارات منزليه للاهتمام بهذا الشيء. بهيدا بدي اتشكرك واتمنى لكم الوف السنين من الازدهار، لانه بنعرف قديش بتقدروا تساعدوا الامهات. انا وعم بحكي عم بيكون هون صار كامل الفريق الطبي واللي ساعدوا الريزيدنت وال مش كامل بعده ناقص، بس تماما احسن ما تقولوا شو عملوا بالولاد وين راحوا. هون انا بوجه لكم تحيه والف مبروك ويعطيكم العافيه. حضرتك المسؤوله عن الطابق، بتعرفيني عن اسمك نسرين دلالي، انا مسؤوله عن عنايه الاطفال. عاده بتكون الحركه خفيفه او طبيعيه، اليوم في حركه رائعه غير اعتياديه، شو بتحكينا؟ حدث كثير مميز، نحن صار عندنا اكسبيرينس هلا هلا نحن كمان جهزنا التيم، نحن لنا فترة عم نحضر ومنسق مع دكتور حامد دكتور نصير والمستشفى ميت نحن منعذرك دكتورة نصيف، وشكرا كتير لك على المعلومات، ومثل ما بتعرفوا بدها تهتم بالأطفال، عطتنا وقت بما يكفي. عفوا تفضلي، كنا عم تخبريني عن الطابق. نعم نحن جهزنا التيم، جبنا كل الصبايا تنكون جاهزين، كل ما تهتم ببيبي من الخمسة، وكنا عم ننسق حضرنا كل شيء من قبل تكون كل شيء جاهز، كل المعدات اللي ممكن يحتاجوها كل اللي كان، لأن هاي الفترة بتكون كتير دقيقة وبدهم مراقبة كتير عن قرب يعني. وانتو على استعداد؟ أكيد. دكتور حامد، ما فيني احكي عن العنايه بالاطفال اللي بيخلقوا جديد، وما ابعد تحيه للكارنتينا، عندي نقطه ضعف تحت، عملته مع دكتور ساسي قسم رائع بيحتضن هالناس اللي ما قادره تتحكم ويلي عندها مشاكل، وحضرتك بعدك مع مستشفى الروم يعني بتهتموا تحت وهيك. اليوم لو كان صار مساء المطرح هون او صار ولاده، تفضل دكتور حجر وقبل وقال لي انه سمع وجود المحلات لهدول الاطفال، كنا كمان حكينا الوالد بالجمعة
حال بتعرفي نحن بمستشفى رونا عندنا كثير ولادات عم بتكون كثيفه جدا، فاتفقنا بوقتها انه اذا ما لقينا محل بمستشفى رونا رح يتم نقل الاولاد بطريقه جيده لمستشفى الكارنتينا، لانه الطاقم الطبي يلي مستشفى رونا ومستشفى الكارنتينا هو ذاته بنتعامل مع بعضنا تنأكد انه عم ياخذوا حاجتهم الضروريه والعلاج الضروري بمستشفى رونا او مكان مستشفى. بدي ارجع لك استاذ احمد لانه قبل ما نختم ودكتور حجل، شو التمني لك؟ يعني هون انا عم شوف العالم يلي عم تبعت تعليق قلوب وورد ويتمنوا لهم العمر الطويل، وان شاء الله ما يكون في حدا حاط التعليق طريف ميش سلوم انه ان شاء الله ما يكون اخترب بيتهم كيف بدهم يعملوا بالوضع المعيشي. المثل عنا بيقول الولد بيجي وبتجي رزقته معه، بس انه ما فينا نكتفي على الامثال لنطعم الولاد. شو التمني اللي حضرتك بتقوله وبدك توعدني على الهوى انه رح تكون مساعد لاقصى الدرجات لسيدي زوجتك، ما تتركها لحالة توعى بالليل على الاقل؟ لا اكيد يا حضرتك المدام ما تركناها قبل حتى نتركها هلا، يعني لما كان عندها بيبي واحد ما تركناها، فأكيد هلا بخمسة حيكون مضاعف الشغل، مضاعف خمس مرات. وبتمنى على الجميع اللي ما عنده أولاد الله يبعث له يا رب، عرفتي كيف؟ وإن شاء الله الله ما يرحم إلا حدا ويرفع عنا المرض والكورونا اللي شغل العالم كله سوا وبس. بس دكتور حجل ما فيني خبرك عدد القلوب والورد اللي عم يجيك كمان هلا انا والصبايا رح ننسحب كمان. شو بتقول بهالمناسبه؟ شو نصيحتك للامهات الحوامل تحديدا هلا بوقت اللي لازم ننتبه على صحتنا؟ واليوم من شوي مددوا، اتمنى مجلس الدفاع الاعلى تمديد مهله التعبئه العامه لاسبوعين اخرين. اكيد بنقول انه كل رحله تستمر بالحمل هي رحلة أكيد خطرة، وأكيد نتمنى أن توصل للأخير. نتمنى مثل ما قال سيد أحمد لكل أم أو لكل سيدة عم تسعى أنها تحمل أنه تقدر تنجح، لكل سيدة حملت وفقدت قبل مولودة أو صار في عندها فقدان متكرر للحمل أنه تقدر ترجع تنجب عن جديد. وأكيد منقول أنه يلتزموا بالقواعد وباقي الإرشادات اللي عم نعملها كرمال بهالمرحلة الدقيقة، لأنه هيدا الشيء أكيد بيعرض الطفل الجنين الأم كلهم للخطر. أكيد بتمنى للكل أنه يقدروا يوصلوا لخط النهاية، يقدروا يولدوا بصحة جيدة، وننظر لهالحادثة اللي صارت اليوم أنه كمثل نافذة أمل بهالوضع اللي نحن عايشين فيه، بهالسلس اللي عايشين فيه، أنه عطول الله معنا وأكيد قادر أنه هو يوصلنا لمطارح نحن ما بنقدر نحن أنه نوصلنا يا رب. سيد أحمد عندك أخت اسمها مريم؟ نعم. بعتت لك ما شاء الله، الله أكبر يحمي لك إياهم أخي، وقلبين وبوسة وصلوا يا مريم وبدي أرجع لألك اليوم أختم معك. شو تمنياتكم بالفرنسي اسمكم ساج فام، السيدة الحكيمة؟ أنا برأيي بس مجرد نقول سيدة يعني أكيد حكيمة بس القابلات القانونيات بكل لغة ترجم شيء، بس الجوهر والمضمون واحد، يعني أنتوا جزء من صنع الحياة. فشو بتحكي بهالمناسبة بعيدكم اليومكم العالمي؟ بشو بتتوجهي وشو نداءكم وطلبكم؟ اوعى تقولي زودة معاشات ما في الجند المجهول اللي دائما بيكون عم يهتم بالمرأة خلال المخاض، خلال الحمل، حتى ما بعد الولادة، وبالاهتمام بالمولود الجديد، تاخد هيك جزء من حقها أو حقها الكامل يا رب ببلدنا. وصير كلنا نعرف مثلا هيك إنه خمسة أيار واثناش أيار يوم العالمي للممرضة، هيدا كمان ما لازم ننسيه، وبوعدكم أنه رح يكون في وقفة معهم. شكرا لك ويا رب يعطيكم ألف عافية. تراز عم بتقول ألف مبروك، الله رح يدعمكم ما تعتلوا هم. يا ريت يا تراز مش بس الله يدعمنا، كمان أنا عرفت خبرتني العصفورة أنه بركة إدارة المستشفى
تقدر تكون حدكم بهالمناسبة. وبتمنى يلي بحب مثل ما قلت لكم أنا عم بعطيكم أفكار يعني إيه دكتور حامود اللي بده جيب حفاضات حليب هيدا ما رح نقول لا ما رح نزعل منكم تعتقد نعم بدي اتشكر كمان الميد وايفز كلهم بقول لهم الله يقويكم عن جد شغل شغل كثير منيح بدي اتشكر صبايا مسؤوله الممرضات عندنا بالعنايه ست نسرين الا الله يقويكي لانه مشوار كثير طويل بدي اتشكر كل الريزيدنت يعني ريزيدنت باي اختصاص حضرتكم بالبيدياتريك شو شعوركم هيك بعد ما شفتوا اسم الله سته قبل بوقت توائم واليوم خمسه جديد هل خفتوا هل فكرتوا انه كل اللي بيولدوا بمستشفى الروم بيجيبوا من السته وطالع هلا نحن اليوم كان عن جد سبيشال داي ومثل ما قلت انه قطعنا بنهار مثل هذا النهار ومبسوطين كثير مبسوطين لانه بنبارك له بنقول له الف مبروك واكيد مسؤوليتنا مثل مسؤوليه كل الحكماء هون الموجودين والنيرسز والصبايا الموجودين دكتور شو شعورك؟ عمل فريق دكتور وما سمعت صوتك هون بلشنا دغري العنصر الذكوري اخذ الكلام مبروك الله يعيشهم واهم شيء بدنا نشكر الستاف من حكماء ونيرسز وريزيدنت يعني عنا التيم كثير بجنن بعقده وكلنا يعني كنا ايد وحده ليطلع يعني. ولو حدا يشكر لي إدارة المستشفى تحديداً الطبية جعتي لنا هي مستشفى الروم هي اللي بتجمعنا صح يعني بدي أتمنى لك ألف مبروك أستاذ أحمد تعتقدوا فينا نرجع نختم الصورة عليهم لأن أكيد المشاهدين بيحبوا يتطمنوا إذا تقنياً بنقدر نظهر من هون ونفرج المواليد الجدد أنا بدي أشكركم الفريق كله النيرسز معزتكم بقلبي خاصة جداً نلتقى ب 12 أيار إن الله راد لنذكر أهمية وجودكم بحياتنا لأن أنتوا اللي بتتابعوا على الأرض دايماً الأحداث يلي بتصير شكراً لك دكتور حجل الله يعيشهم والله يوفق دكتورة نصيف أنا لحقتكم لحتى نشوف شكرا لإلك مدام ماري رجعت لكم ب 12 أيار أنا هالمرة ورا الكاميرا ودكتور حامض قدامها عم برجع أنا وياكم بالكواليس المستشفى لحتى دكتورة نصيف عم تجي تعرفني لقيتولن أسماء وينو استاذ احمد بعد ما عندهم اسماء وين الوالد لحتى نشوف اذا عنده اسماء هون عم ندخل اول شيء هلا اللي بتقدر دكتوره نصيف تخبرنا اياه هو مين الاكبر لحظه اول شيء بتعدي لي هون اللي خلق اول شيء السبب الكبير اللي هو اكبر واحد اول شيء وبعدين استاذ احمد نحن جينا لعند اولاد حضرتك هل في فكره اسماء براسك تقوي صوتك محمد محمد فاذا مكتوبه هون يعني على ايه لاني ما بقدر اقرب انا في محمد محمد وسعد الدين سعد الدين نمره 2 نوره ميرا وماريا والكبيرة شو اسمها؟ نابغة ونورة وماريا وسعد الدين ومحمد وناسي حدا ناسي بنت وميرا فإذا دكتورة حضرته محمد يلي خلق بالأول وهون هيدا خلق آخر شيء ميرا خلقت آخر وحدة وأنا ما رح طول بقى عليكم الرابعة المولودة الرابعة يلي خلقت ورح اختم انا وياكم ان شاء الله دايما هبه الحياه ما حدا بينحرم منها
ما بينحرموا منا بولا بيت. ألف مبروك لك أستاذ أحمد، وألف مبروك لمستشفى الروم يلي دايماً على أتم الجهوزية للاهتمام بالأفراد بصحتنا، وإن شاء الله دايماً بأفراحنا. شكراً لكم مطرح ما كنتوا عم بتتابعونا، وإن شاء الله كل أيام نبشركم بأخبار حلوة وولادات جديدة لكل شيء حلو نحنا منتمنيه.